السلام عليكم أصدقائنا. قرارات السياحة اليوم أقدم لكم التقرير بسيط حول المطعم الهندي. فقررنا أن نصطحب العائلة اللي معانا من الإمارات العربية إلى المطعم الهندي. راح نصور لكم الأجواء اللي موجودة داخل المطعم. هذا المطعم في أحد شوارع العاصمة الأرمنية يريفان. الديكور يوحي إلى أنه هندي. الروائح تستقبلنا من الرصيف قبل ما ندخل إلى الروائح الهندية. اللوحات هندية. المصابيح هندية. الأكلات التي تقدم في المطعم الهندي أكلات هندية، لكن اللي بصراحة أريد أنصحكم اللي عنده مشاكل بالمعدة من يعبر بهذا الشارع خلي يعبر من الرصيف المقابل الباب المطعم حتى معدته لا تتهيج. طبعا راح تقولون هذا غير مطعم فارغ، المطعم عنده ساعات خاصة يشتغلون بها من الصبح لحد الساعة 11 بالليل، لكن احنا من صورنا المطعم تعمدنا ان نصوره في الوقت فارغ يكون، لان ما ممكن ما ردنا او احتراما للعوائل اللي معانا حتى لا نظهرهم بالتقرير. اوكي. هذه الصالة الأخرى. أيضا ديكورات هندية. وألوان هندية صرف. هذه لوحة تاج محل. أعتقد بهذا القدر نكتفي من التصوير، وبصراحة التصوير الفيديو هذا عددناه لكم خاص وليس لصاحب المطعم، لا حد يفكر بأنه عندنا مصلحة بها. ونرجو من اخواننا السواح اللي يزوروا ارمينيا لو احنا نسينا ان نذكرهم بوجود هذا المطعم الهندي يقدرون هم يذكرونا. احنا برحابة صدر نستقبلهم ونجيبهم هنا. مطعم الاكل البي مطعم حلال. ان شاء الله نلتقيكم في تقارير اخرى. تقبلوا تحيات قرارات للسياحة. إذا يعجبكم التقرير نرجو أن تعملوا سبسكرايب وتشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا الرئيسية على الفيسبوك قرارات للسياحة.